بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه. خاوتي، ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. بسم الله توكلنا على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. هيا خاوتي، رايحين ندخلوا في بنية ومكونات الريبوزوم. هكا في الدروس السابقة خلصنا مع اللهنة اللي هي أنماط الهيولية تاع الأرن، أنماط الأرن الهيولية يعني الموجودة في الهيولة. المرة هذه راح نديرو بنية ومكونات الريبوزوم. اصبروا دقيقة برك نقرب لكم أكثر الكاميرا مشان باش يجي التصوير جيد. ممتاز، قربوا أكثر في الكام. هاو كام، ممتاز. وش قال لي؟ قال لي سمحت الدراسة المنجزة على الريبوزوم في البكتيريا بالحصول على الأشكال الموضحة في الوثيقة 4. وين راحت الوثيقة 4؟ هاي الوثيقة 4، هاو ريبوزوم. كاتب لي كامل 70 اس، حط لي مقسمين لزوج، هذه نعيطوا لها تحت وحدة كبرى وهذه نعيطوا لها تحت وحدة صغرى. تحت وحدة الكبرى اللي هي هذه بعد النصف تاع هذه، ها هي تحت وحدة الكبرى مكونة من 5 اس و23 اس، وتحت وحدة الصغرى هذه مكونة من 16 اس، من 16 اس. البروتينات اللهن كاين 31 نوع من البروتينات، واللهنا كاين 21 نوع من البروتينات، زايد ار ان ار 5 اس طبعا، وار ان ار 23 اس، وار ان ار 16 اس. اذا المكون لتحت وحده الصغرى هو الار ان ار 16 اس، اضافه للبروتينات 21 نوع منها. والمكون للتحت وحده كبرى، هذه هي شرح الوثيقه، كان تعلمنا شرح الوثيقه. والمكون للتحت وحده الكبرى وش هي؟ هي زوج انواع من الار ان ار، شكون هما؟ اللي هما 23 اس طبعا يحفظوا، و5 اس زائد 31 نوع من البروتينات. محمد خويا، وش هي ال5 اس؟ وش هي 23 اس؟ وش هي بطبيعه الحال 16 اس؟ اخوتي، 16 اس 23 اس 5 اس هو معامل الترسيب. ها، معامل الترسيب ار ان ار ثلاث انواع 23 16 5. محمد خويا، نحفظه معامل الترسيب؟ تحفظ عن ظهر قلب، قضي الامر، خلاص خلصنا خلصنا. البنية الفراغية للريبوزوم، توصلت الأبحاث والدراسات المتقدمة أيضا إلى تحديد البنية الفراغية للريبوزوم كما توضحه الوثيقة 5. هاي الوثيقة 5 تاعنا. وش قال لي؟ هاي الوثيقة 5 هي نزيدون نشرحوها. هاو، شوف، هذا متعدد بيبتيد، هذا ار ان تي، هذا 30 اس طبعا، كيف معاملات الترسيب، هذا ار ان ام، هذا ثلاثة وفتحة منه يبدأ ويخلص في خمسة وفتحة، ولا هنا 50 اس هكا. هذا الموقع بي وهذا الموقع ا، قاعدين نعدل لك هاو اتجاه الترجمه بالنسبه للجزء هذا. هاو الموقع بي قاعدين نعدله لك، وهاو الموقع ا، هاو النفق، وهذه قال لك السلسلة البيبتيدية أثناء الاستطالة اللي قاعدة تخرج من الترجمة. مرة أخلاف، هذه بنية تعقيد معقدة، وهذه معقدة، وهذه معقدة على الطالب، وين اللي يفهم لي زوج بنيات، هذه وهذه، مام هادو حاولوا تقراوهم برك. بالنسبة للبنية هذه خاوتي، موقع ارتباط الأرنتي، هذه البنيات تحفظ، هذه البنيات تحفظوها، وهذه البنية أيضا هكا تحفظوا. باللي في الريبوزوم عندي زوج مواقع، في الريبوزوم عندي زوج مواقع كما كانوا يبينوا لنا الوثائق هادو، الموقع بي وموقع ا. الموقع بي دوك نشوفوا واش يدير، والموقع ا كذلك عندي، وثاني موقع ارتباط الار ان ار، موقع ارتباط الار ان ام عفوا، ولا نقول موقع تثبيت الار ان ام، وين موجود بالتحديد؟ في التحت وحده الصغرى، خلاص. ولا هنا عندي موقع ارتباط الار ان تي كوم كوم الار ان تي، راح يجي اللحن ويرتبط، يجي الساعة في البي ومن بعد يلحق للموقع تاعو في الا. ودوك نشوفوها، هاوي نعت لي الار ان تي كفاه مرتبط ومثبت في موقع التثبيت تاعو الخاص بتحت وحده الصغرى، وهاهي الرامزه المضاده تاع من الرامزه المضاده تاع هذا الجسم،
هذا الجسم الأخضر. الجسم الأخضر هذا وش هو؟ آرنتي. ها كاتبه لي آرنتي. وش هي مالا هادو اللي خارجين؟ هادو متعدد بيبتيد في طور الاستطالة. علاه ما دارهمش من نفس الأشكال كامل؟ باسكو قاعد يقول لك باللي المتعدد البيبتيد فيه مجموعة من الأحماض الأمينية، ماشي حمض أميني واحد، ماشي مجموعة من الأحماض الأمينية من نفس النوع، فيها مجموعة من الأحماض الأمينية مختلفة النوع على حسب البروتين. ولا هنا سما في الموقع البي يرتبط ار ان تي كما توضح الوثيقه، نعم، وفي الموقع ا يرتبط ار ان تي كما توضح الوثيقه، نعم، ويرتبطوا سما زوج، نعم، وهاو السما وهذا جي اتي حامل معاه الحمض اميني، نعم. اوكي، هادو كامل معلومات تقدمهم لي الوثيقه. نروح كأسئلة، نذهب كأسئلة. وش قال لي؟ قال لي استنتج الطبيعة الكيميائية للريبوزوم. وين نرجعنا؟ ما نروحش اللحن، اللحن ما تبينها ليش بشكل أوضح. أروح نروح اللحن، اللحن أروح أنا. أنا قال لي الريبوزوم شوف هاو من وين يتكون، من ار ان ار اوكي بلس واش زائد 31 نوع من البروتينات. ولا هنا كيف كيف ار ان ار زائد 21 نوع من البروتينات كامل كامل يشكلوا لي ريبوزوم كامل. مما يتكون الريبوزوم وما هي الطبيعة الكيميائية له؟ ما دام كاين البروتينات واش نقولوا؟ نقول يتكون الريبوزوم من بروتينات واحماض نووية من نوع ار ان ار. الار ان ار عبارة عن احماض نووية، نعم. واش تقول؟ نقولوا لاديان ولا نقولوا حمض نووي ريبي منقوص الاكسجين؟ ممتاز. والار ان ار نقول له حمض نووي. اذا يتكون الريبوزوم من واش؟ من بروتينات زائد احماض نوويه من نوع ار ان ار. وصف بنيه الريبوزوم. طبعا بنيه الريبوزوم، بنيه تاع الريبوزوم تحفظها، لا ما حفظتهاش حطها في راسك مليح. اسمع، تحب تهزها عندك في ورقه ما يهمنيش. وصف بنية الريبوزوم: الريبوزومات هي مقر تركيب البروتين، وهي عضيات متكونة من تجمع بروتينات وحمض نووي ريبي ريبوزومي. علاه قلنا حمض نووي ريبي ريبوزومي؟ شكون نقصد بالحمض النووي الريبي؟ الحمض النووي الريبي نقصد به من خاوتي؟ نقصد به الار ان ار، ممتاز. والريبوزومي علاه نقصد به الار ان، عفوا، والريبوزومي على جال ار. نقول حمض نووي ريبي، حمض نووي يعني الار ان ار، يعني الار ان برك. وكي نقول نقول حمض نووي ريبي يعني الار ان، وكي نقول ريبوزومي يعني ار، باسكو نوعو، باسكو كاين بزاف، كاين ار ان تي وكاين ار ان ار وكاين ار ان ام. على ديك نقول حمض نووي ريبي ريبوزومي، نقول حمض نووي ريبي ريبوزومي ار ان ار، وتتشكل من تحت وحدتين، وتتشكل من تحت وحدتين، تحت وحدة صغيرة تحمل وحدة قراءة للار ان ام، تعبير عالي نقول تحت وحدة صغيرة تحمل وحدة قراءة خاصة بالار ان ام، وتحت وحدة كبيرة تحمل موقعين تحفيزيين. هاي تحت وحدة صغيرة تحمل واش؟ تحمل واش؟ قلنا وحدة قراءة خاصة بالار ان ام. وها هي ماذا؟ تحت وحدة الكبرى تحمل موقعين اساسيين اللي هما الموقع بي والموقع ا. الموقع بي وهو موقع واش؟ واش نقول؟ موقع بي موقع بيبتيدي. ركز في الوثيقة وانا نقرأ. الموقع بي موقع بيبتيدي يسمح باتصال الحمض الاميني بالسلسلة البيبتيدية النامية، خلاص. والموقع A وش به؟ موقع حمض الأميني، موقع الحمض الأميني، وهو الذي يستقبل الـ RNT الحامل للحمض الأميني الجديد. طبعا يكون اللاحق في الترتيب، مثلا لهنا هو RNT واحد، لهنا يجي RNT اثنين، بعد الـ RNT اثنين يقدم. دوك نشوفوها، دوك نشوفوها. روحوا فورا للـ RNT درك. شكون هذا لارنتي؟ نروحو نقراو بنية لارنتي. وش قال لي؟ قال لي توضح الوثيقة ستة البنية الفراغية للارنتي والأشكال المختلفة لتمثيل هذه البنية بصورة بسيطة. وش نديرو؟ شوف نديروها. كاين واحد من التلاميذ يقول هذه تشبه لي الشوكة. تعرفوا الشوكة اللي الناس تاكل بيها؟ الشوكة اللي الناس خي، كاين ملعقة وكاين شوكة. قال لكم هذه تشبه للشوكة، مليحة مليح التعبير. شوف
هذا موقع الرامزة المضادة، وهذا موقع تثبيت الحمض الأميني، رسومات مبسطة للآرنتي، ولا وحادي يشبهوها بورقة يقولوا لك ورقة تاع اللعب، ما اسمها بالك الترافل ولا ما على باليش، يقول لك ورقة الترافل المقلوبة. لا، أخطيكم التعبير، هذا يشبهوها بالآل المقلوبة، حرف آل بالفرنسية مقلوب، صح ولا لا؟ صح، حرف آل بالفرنسية مقلوب، هذا موقع الرامزة المضادة. ولا يقول لك ثاني قدر اطيح لك بالشكل هذا، هذا موقع الرامزة المضادة وهذا موقع تثبيت الحمض الأميني، هذا هو بنية لارنتي. قال لي من خلال الأشكال الموضحة في الوثيقة 6 استنتج خصائص المشتركة بين الصور المختلفة لتمثيل بنية الارنتي. قال لي استخرج لي يا أخويا الخصائص. وش نقول له أنا؟ لو تلاحظوا كما قاعد نلاحظ جميع حمض أميني في جميع ارنتي في هذو الأشكال كامل كاين فيه واش موقع الرامزة المضادة، شوف، وكامل تاني كاين فيهم موقع تثبيت الحمض الأميني، كامل تاني كاين فيهم موقع تثبيت الحمض الأميني. اللي ما فهمش هذه وين جيها موقع تثبيت الحمض الأميني، أي كاينة فيها وشو هما برك ما داروهاش واضحة هكا، فممكن يكون هذا هو موقع تثبيت الحمض الأميني. مي نورمالمون على حسب الرسومات هذه ما يحطوش على شكل ثلاثة، ما يحطوش على شكل ثلاثة، باسكو كل ار ان تي عنده حمض اميني خاص به هكا. هاي موقع الرامزة المضادة، وهذا نورمالمون موقع تثبيت الحمض الاميني. اذا عندي موقع تثبيت الحمض الاميني، موقع تثبيت الحمض الاميني، وموقع تثبيت الحمض الاميني، وموقع تثبيت الحمض الاميني، كامل يشاركوا بيناتهم. قال لي باستعمال البنية المختصرة للار ان تي وبالاستعانة بجدول الشفرات الوراثية الوثيقة واحدة من النشاط 4 ارسم بنية الار ان تي مع تحديد رامزته المضادة لاحماض امينية التالية. اعطاني الالاين والبرولين والهيستيدين والفالين. خاوتي شوفوا، بالنسبة لي واش بالنسبة للرامزة المضادة دوك نفهمها لكم بربي، إن شاء الله اللي يكون مش فاهمها راح يفهمها، ولكن ركزوا معايا في حاجة قبل. الرسومات هذه واحدة زوج ثلاثة أربعة ترسموها وين جهة نرسموها؟ ترسموها في ورقة بيضاء، ترسموها بشكل مليح ودنيا، وتحطوا البيانات، تحطوا البيانات وتحفظ هكا، تحفظ الرسمة تحفظ، باسكو في الباك نهار يكتب لك ضع ولا يقول لك حط لي رسم تخطيطي لبنية الار ان تي عليه كافة البيانات، تحطه له ما تبقاش تخمم فيه، نشفع عليه كيفاه كان يبدو نهار كنت نقراه، ليه ليه في الباك هدف ونكس بالوقت. اذا اعطانا الاحماض الامينية الثلاثة، نروح نحطها لكم دركا. انا الاحماض الامينيه اللي اعطاها لنا اول حمض اميني اللي هو الفالين، شوفوا عندنا الفالين والهيستيدين والبرولين والالاين. نروحوا بالنسبه للفالين، ها هذا الفالين، نزيد نروحوا للهيستيدين، نزيد وش عندنا؟ عندنا البرولين، اوكي زيد وش عندنا؟ وش عندنا ثاني؟ عندنا الالاين، اوكي هم الربع احماض امينيه دي. قال لي روح اخويا لجدول الشفرات الوراثيه، هاو جدول الشفرات الوراثيه وين موجود؟ موجود في الكتاب صفحه 20 هكا. نهز انا الاحماض الامينيه في الباك هيك بعد ندير، نهز الاحماض الامينيه، عندي الفالين الهيستيدين والبرولين، كوم موال في مدلي من الار ان ام ويقول لي روح وس هذه المره مدلي ديريكت من الحمض الاميني، وين رحت؟ الفالين 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 الفالين، ها مليه ليه نلقاهم، هاي الفالين هاو الفالين بعد شفتوها، ها اصبروا نقدم لكم اكثر الكاميرا، ها شوفوا ها هاو الفالين شفتوها، هاو الفالين، زيد وين راح الثاني؟ الهيستيدين. قال لي اعطي الرامزه المضاده للفالين، الرامز اللي لهنا ينطق واحد يقول لي هذه هي الرامزه المضاده تاع الفالين، نقول له لا، يقول لي ها بصح رامزات هادو، نقول له نعم الرامزات هي تتابع ثلاثه من النيكليوتيدات، مي يا خويا الرامزه قال لك المضاده، يعني الرامزه عكس الرامزه هذه بصح تكون مكمله لها، كيفاه؟ اوكي اصبر بقى، اصبر اصبر، شوف عندي رامزة أنا معينة، هاي رامزة من خيالية أ أو أ،
هذه رامزة. الرامزة المضادة وش هي؟ U A I، رامزة مضادة. اوكي، متكاملة مع هذه ولا ها؟ نعم، شكون اللي قال لك متكاملة؟ ما تهبلونيش اخوتي، نهار كنت انا في الدرس تاع الاستنساخ ونعت لكم مبدا التكامل في القواعد الازوتيه، واش كنتو ديروا؟ خي قلت لكم الا متكامل مع الاي، القاعده الازوتيه ادينين متكامله مع القاعده الازوتيه اليوراسيل، والقاعده الازوتيه جوانين متكامله مع القاعده الازوتيه السيتوزين. نعتها لكم، هذا هو مبدأ تكامل القواعد الأزوتية بالنسبة للآر إن آر، بالنسبة للآر إن آما، شوف، بالنسبة للآر إن، هذا هو مبدأ التكامل في القواعد الأزوتية. بالنسبة للآر إن، نعم، بالنسبة للآر إن، وش هو مبدأ التكامل في القواعد الأزوتية بالنسبة لسلسلتي العضيان؟ أنا نقوله لك، الأ مع التي متكاملة مع التي، الأدينين متكاملة مع القاعدة الأزوتية التايمين، والجوانين متكاملة مع القاعدة الأزوتية السيتوزين. هذا في قضية الأديان، وهذا في قضية واش الأرن، وهذه بعد هذه، وعندنا حاجة خلاف اللي هي الأ متكاملة مع الأو، والجوانين متكاملة مع السيتوزين، الأدينين متكاملة مع اليوراسيل، هذه ثاني مع سلسلة الأديان وأنا مستنسخة، و الارن المتشكل، الارن مت والرحنا المت المتشكل. خلاص فهمتوها؟ صبروا راني مقدم لكم الكاميرا فوق اللازمه على جال الجدول تاع الشفرات الوراثيه. هاي، هذا هو مبدا التكامل في القواعد الازوتيه، قلنا هذه الاخره تكون ما بين الاديان المستنسخه والارن المتشكل. هاي، وهذه ما بين لارن، وهذه ما بين سلسلتي الأديان. درك انا كي قال لي هات لي الرامزه واعطيني الرامزه المضاده، هذه هي الرامزه ا يو ا، رامزه ولا مش رامزه؟ رامزه. و اي او يو ا يو، هذه الرامزه المضاده تاعها، و يقول لك الرامزه المضاده تكون مكمله للرامزه العاديه حسب مبدا التكامل في القواعد الازوتيه. كاينه ولا ما كانش؟ كاينه. قلنا باللي الأ ترتبط مع الاي، ها هي ترتبط مع الاي، وقلنا الجوانين، ها هي الجوانين ترتبط مع السيتوزين، وها هي هنا ما كانش الجوانين، كاين غير الأ والاي، اذا مكمله. نكملوا هذه باش فهمتها لكم برك. اذا الفالين، هاي نبداو دركا الفالين، مش قال لي اشفاوا خاوتي على الفالين؟ الفالين هاي نبداو دركا في الصح تاعنا، نحطه لكم في الجدول. الفالين مش هي؟ نهزوا احدى من الرامزات هذه، الجي والاي والجي، هاي جي وهاي اي وهاي جي. اوكي، وحده منهم برك تكفي، باسكو علاه في ربعه ميشفروا غير على حمض اميني واحد اللي هو نوع واحد. شكون هو؟ الفالين. على ديك هز انت اي وحده تعجبك من الربعه، الا اذا حدد لك هو، هو ما حددش، قال لك اعطيني الرامزه المضاده. هذه رامزه الفالين، هذه هي رامزه الفالين. وين؟ في الار ان ا، في الار ان ام، في الار ان ام، باسكو الرامزات هادو تاع الار ان ام. شكون اللي قال لك تاع الار ان ام؟ واليوراسيل هادي واش قاعده دير؟ ماشي اليوراسيل هي القاعده المميزه تاع الار ان ام. خلاص، الرامزه المضاده هادي في الار ان ام. في الار ان تي واش نلقاو؟ الرامزه المضاده تاع الار ان تي واش نلقاو؟ خي قلنا الجي تتكامل مع السي، اذا نعكسها بعد، هاي السي. الاي قلنا مع الا، ها هو الا، الجي مع السي، هاي السي، هذه هي الرامزة المضادة. نعم، هذه هي الرامزة المضادة، هذه هي الخاصة اللي يحملها الار ان تي. كي يجي الار ان تي، شوف كي يجي الار ان تي، الار ان تي شوف اش يدير. كي يرتبط، شوف اصبر دقيقة. كي يرتبط الار ان تي مع الفالين، عكسو في الكتابة، كي يرتبط الار ان تي مع الحمض الاميني فالين، هنا خي قلنا هذا هو موقع ارتباط الار ان تي. هنا في الموقع الرامزه المضاده وين هي يحط؟ يحط الرامزه اللي تشفر عليه في الار ان ام، ولا يحط الرامزه اللي تشفر عليه، ولا يحط الرامزه المضاده تاع الرامزه اللي تشفر عليه، يعني يحط الرامزه المضاده تاع الرامزه اللي تشفر عليه الموجوده في الار ان ام، يعني يحط الرامزه المضاده تاع هذه، ولا يحط الرامزه هذه بعد. نقول تقول لي المضاده اهي، هاي يحط السي أ سي ويجي رايح، يهز السي أ سي ويجي رايح.
خلاص هذا هو موقع الرامزة المضادة. طبعا مش غير السي ا سي، قادر يكون هزانا الجي يو ا، تتبدل الحكاية لهنا، تولي ها كون هز الجي يو ا، يتولي هو كيهز الجي يو ا على واحد صفر صفر خي على الفالين ثاني. هو واش راح يهز؟ كيهز هو الفالين، واش راح يعطيني؟ يعطيني عكس الرامزة هذه. هو حط جي، اذا انا راح نحط سي، حط اي حنحط ا، حط ا حنحط اي. هذا هو مبدا، حسب ما بدات كما في القواعد الاساسيه. اسكو هذه تكمل هذه؟ نعم تكملها، نعم تكملها. خلاص اذا هذه هي، هذا هو دور الار ان تي. عمليه تنشيط الاحماض الامينيه، بالنسبه لي عمليه تنشيط الاحماض الامينيه، بالنسبه لي عملية وش بيني، عملية تنشيط الأحماض الأمينية وش بيها خاوتي، عملية تنشيط الأحماض الأمينية قالوا بلي محذوفة من البروغرام أو قالوا هكا، أنا ما عنديش علم. مهم خاوتي راح نعطيها لكم بالملخص. عندي من الشروط تاعها نسحق أ تي بي، نسحق أ تي بي مادام ملخصة ما كنا نروح لها بالتدقيق، نسحق أ تي بي ونسحق واش أنزيمات. أنزيمات وش دير الانزيمات هذه؟ شوفوا ركزوا، شوف اخي عندي ار ان تي، شوف عندي هاو حمض الاميني، مادام درنا بالفالين نبقاو به، هاو حمض الاميني فالين، ها حمض الاميني الفالين، وهاو ار ان واش تي، هذا ار ان تي وهاو حمض الاميني فالين. يجي انزيم وش يدير؟ يربط لي واش؟ يربط لي الحمض الاميني هذا بالفالين، هيك يربطهم، اوب يلصقهم مع بعضهم، يعطيني الشكل هذا، ها يعطيني هيك، يولي الحمض الاميني مرتبط. لهنا نقولوا خلاص تمت عمليه تنشيط الاحماض الامينيه. باش يستعمل الانزيم هذا، باش الانزيم هذا يربط لي الحمض الاميني هذا الفالين بالار ان تي الخاص به، بالار ان تي الخاص به، باسكو كل ار ان تي عنده حمض اميني خاص به هكا. اذا باش يربط الفالين بالار ان تي الخاص به لازم يسحق طاقه، الطاقه على شكل ا تي بي. اذا على هذيك نقولوا من شروطها طاقه على شكل ا تي بي، ونسحقه باش في عمليه تنشيط الاحماض الامينيه ار ان تي، ونسحقه 20 نوع من الاحماض الامينيه تلعب دور وحدات بنائيه للسلسله البيبتيديه. هذه هي مانيش راح نكمل ندير البرولين وهذوك، ديروهم وحدكم، اني فهمتكم فيها مليح. نكمل واش قال لي؟ قال لي تقنية الطرد المركزي تحفظوها، تقنية الطرد المركزي تحفظوها، باسكو كون يقول لك اذكر مبدأ تقنية الطرد المركزي تحفظوها. ما تحفظوهاش من، ما تحفظوهاش من من نقراوها برك، حطوا كيما تشوفوا علامة زائد، ولا حطوا علامة في، حطوا علامة في ولا نقطة، ولا قراوها برك من الكتاب. في قضية أما في الحفظ راحوا نشوفوا ملخصات وحفظوها أحسن. اذا قلنا عمليه تنشيط الاحماض الامينيه خلاص، هاو قال لك هاو انزيم نوعي راح يربط الحمض الاميني بالار ان تي الخاص به ويستهلك طاقه كما كنت نشرح لكم وخلاص. هاو ثاني صور ثاني توضيحيه، تقول لك يقول لك هاو يجي يكون كاين حمض اميني وار ان تي خاص به. طبعا الانزيم هذا راح يربط الحمض الاميني بالار ان تي خاص به ويستعمل في عمله الطاقه، ومن بعد يحرر واش؟ يحرر المعقد ار ان تي حمض اميني، يحرره في الهيوله، يروح يديه الار ان تي للريبوزوم. احنا تهمنا هذه اللي هي مراحل حدوث الترجمه، هذه هي اللي تهمنا بزاف، مراحل حدوث الترجمه. اللي يولي يقول لي علاه ولاو يجيوك الدروس طوال ما نتفاهمش معاها، علاه ولي تدير الدروس طوال ما نتفاهمش معاه؟ باسكو انا كي نحط الدروس بشكل مختصر ونطلع شوي النيفو، ينطقوا حايد يقول لك اه احنا ما فهمنا والو، كو غير تعاود تولي تشرح لنا بالتفصيل. كي نولي نشرح بالتفصيل تولي وتقولوا طوال طوال ما عجبكمش الحال، ما تشوفوش الفيديو من الاخر هكا. انا اصلا متقصد الناس اللي مش فاهمه، كي عود حاب تراجع اخويا، تحب تراجع مرحبا بك، ماكش حاب شفتو طويل عليك الفيديو هني راحك وما تتفرجوش ودبر راسك، تحب تتفرجو تحب ما تتفرجوش حاشا لك. هيا نروحوا مراحل حدوث الترجمه. توصلت الدراسات المختلفه في السنوات الستينيات الى تحديد اليه حدوث عمليه الترجمه والمراحل المختلفه لحدوثها كما هو موضح في الوثيقه 9. نبداو. اسكو تبدا هك الهك تبدا خاوتي هي منا المنا، ولا تبدا منا المنا؟ اها ينطق واحد يقول لي الشيخة هنا مرحلة الانطلاق،
وهنا مرحلة الاستطالة، وهنا مرحلة نهاية الترجمة. عم ثلاث مراحل. نقول له اسكو بصح تبدا لي من ولا تبدا لي من؟ نقول لي شيخة هنا عندنا معلومة تقول باللي الميثيونين هو أول حمض أميني يأتي في عملية الترجمة، إذا حتما تبدأ منا. تبدأ منا، نعم، تبدأ من دخول ار ان تي الاول للحمض الاميني الا وهو الميثيونين. سما اول ار ان تي في عمليه الترجمه يجي حامل للميثيونين. نعم، حامل للميثيونين. اول ار ان تي يجي في عمليه الترجمه يحمل الميثيونين. يتوضع اخويا له، يتوضع له. هاو توضع لي، هاو توضع، هاو تثبت الار ان تي الاول هنا. وين تثبت؟ تثبت في الرامزه هذه. شوف دقيقة برك، هنا لو كان قاعدين تحلوا حالين كتاباتكم وقاعدين تشوفوا مليح، شوف لهنا الرامزة اللي تشفر على الميثيونين والموجودة في الار ان ام، وش هي اخي؟ هي الاو، اللي هي الا او جي، اللي هي الاوك، رامزة الاوك ا او جي. ها هذه هي الرامزة اللي تشفر على الميثيونين وين؟ في الار ان ام، باسكو هذا ار ان ام. يجي الار ان تي اخي قلنا عنده رامزة مضادة للرامزة تاع الار ان ام. هاي طبعا الرامزه المضاده تاع الرامزه تاع عنده رامزه مضاده للرامزه تاع الار ان ام اللي تشفر لي على الحمض الاميني اللي هزو الار ان تي. ما تخلطوش ارواحكم بها، هي سهله. وش هاز هو؟ هاي الا، هاي الاو، هاي الا، هاي الاو، هاي السي، وهاي الجي. اذا عكسها، هاي عكسها. يرتبط، علاه يرتبط مع الار ان تي؟ يرتبط مع الرامزه هذه باسكو كاين مبدا، باسكو تحقق لي المبدا تاع تكامل في القواعد الازوتيه. ها ارتبط. ما تنساش المعلومه اللي تقول الرامزه هي تتابع ثلاث نيكليوتيدات، الروح والارتباط. هذه هي ارتباط تحت وحده، الروح والتنين. هاي من بعد تزيد تمشي، يزيد يجي ار ان تي 2 حامل للحمض الاميني 2. طبعا الرامزه اللي هنا وقاعدين عتالك زعما الرامزه اللي تشفر لي على الحمض الاميني اللي هزوا الار ان تي 2، ها هي. طبعا الرامزه هذه موجوده في الار ان ام اللي هي سي او جي. طبعا الرامزه المضاده تاع الرامزه هذه اللي تشفر لي على الحمض الاميني اللي هزوا الار ان تي وش هي؟ جي، هاي سي، او مد لي العكس تاعها جي، و الاو مد لي العكس تاعها الا، و الجي مد لي العكس تاعها السي. اذا تحقق لي مبدا التكامل في القواعد الاساسيه وتم الارتباط. ها تم الارتباط وتشكلوا لي زوج ارنتيات. ارتبطوا زوج ارنتيات، الاول ارتبط في الموقع بي هاي، والثاني كي جاي راح يرتبط في الموقع ا. هاي موقع بي مشغول والموقع ا مشغول. شكلت لي رابطه ببتيديه وين؟ بين الحمض الاميني الاول والحمض الاميني الثاني. نعم انفصل. تبع هنا، خذ هذه هي مرحله الانطلاق. رحنا لمرحله الاستطاله، انفصلت، انفصل ار ان تي واحد عن واش؟ اسكو نقول عن الحمض الاميني واحد؟ لا، نكون ما نعرفش ولا مانيش مراجع كون نقول هك، نقول عن الميثيونين. علاه؟ باسكو على بالي انه الحمض الاميني الاول الا هو دائما الميثيونين، دائما دائما في جميع عملية ترجمة، في أي عملية ترجمة الحمض الأميني الأول هو الميثيونين، ما تكسرش راسك. هاو الميثيونين، انفصل الآر إن تي واحد عن الحمض الأميني الميثيونين، هاو انفصل. غادر الآر إن تي هذا الأول واش؟ الريبوزوم. أصبح الموقع بي، يعني نقول واش قاعد نشوف؟ أصبح الموقع بي واش بيه؟ فارغ، يعني قاعد نشوف فيه فارغ. نعم، تقدم الار ان تي هذا تنين الحامل للحمض الاميني تنين من الموقع ا، تقدم لي للموقع بي هكا راحك. ها تقدم من الموقع ا للموقع بي، ها هي. ها وتقدم الموقع اخي هو الار ان تي دركا ولا وحده هز الزوج، الزوج احماض امينيه مرتبطين ببعضهم. ها وتقدم الار ان تي من الموقع ا راح للموقع بي، ها وراح للموقع بي، هو وراحك. هاي التتابع، ها راحك. ها جاء ار ان تي ثالث حامل لحمض اميني ثالث، طبعا فيه بعد الرامزه المضاده ما يبقاش هو يديرها لك، هذيك باش فهمك وارك معلول. ارتبط في الموقع ا، علاه؟ باسكو دائما حيولي الموقع بي وش بيه؟ مشغول. شوف معي، غادر الار ان تي هذا الموقع بي يولي فارغ، من بعد كي يقدم له هذا وش يولي؟ يولي محكوم الموقع بي، يولي مشغول، يولي الواش الموقع ا برك اللي هو فارغ. على هذيك كيما يجي الار ان تي، الار ان تي الثالث راح يتوضع في الموقع ا، لما يتوضع في الموقع ا راح ينفصل. خلص هذه الاستطاله، ياتي ار ان تي ثالث
حامل حمض اميني ثلاثة، خلصت؟ في وش راح يصرى؟ وش راح يصرى؟ راح يتوضع في المنطقة أ، فيصبح الموقعين مشغولين تاع الريبوزوم. راح واش ينفصل ار ان تي 2 الحامل الحمض الاميني 2 راح ينفصل عن الحمض الاميني. طبعا راح تتشكل لي رابطة بيبتيدية بين الحمض الاميني 2 و3 كما تشكلت اللهن. تتشكل اللهن هكا كما تشكلت اللهن تتشكل اللهن، وراح ينفصل هذا كما انفصل هك، كما انفصل هذا راح ينفصل ويغادر نحو الهيولة كما انفصل هذا. وش ثاني راح يزيد يقدم هذا؟ ثلاثة راح يزيد يقدم البي كما قدم اثنين البي، راح يقدم ثلاثة البي ويزيد يجي ار ان تي 4 وهكا تكمل. في نهاية الترجمة وش هي؟ يوصل هاي موقع بي، خيولي الموقع بي محكوم، باسكو مثلا نقولوا قدم الار ان تي رقمه مليار، قدم الار ان تي مليار ولا 1000، الار ان تي 1000 الحامل للحمض الاميني 1000، قدم من الا البي. بعد ما قدم الا البي اسكو راح يزيد يجي ار ان تي خلافه؟ ما على باليش. وش لقى كي قاعد يقرا الريبوزوم التتابع؟ وش لقى؟ لقى احدى الرامزات تاع رامزات التوقف، وش هي؟ اللي هي الاو ا ا الاو جي ا ولا الاو ا جي؟ كي لقى احدى الرامزات هذه اوب لقى هذه، يعني حبس اخويا الترجمه، يعني الريبوزوم وقف لي الترجمه، خلاص توقفت الترجمه. والرامزات هذه ما كاين حتى ريبوزوم الرامزات هذه لا تعبر على اي من الاحماض الامينيه، ما تعبر على حتى حمض اميني، وبالتالي ما كاش ان انتي راح يجي. اذا خلاص قضي الامر، حبست الترجمه، حتحبس الترجمه. كي راح تحبس الترجمة راح ينفصل الريبوزوم، تنفصل تحت وحدتان راح تنفصل تاع السلسلة البيبتيدية، ها هي راح ينفصل الميثيونين عن السلسلة البيبتيدية، ها هي تكوبا الميثيونين. راح ينفصل الار ان تي، ها راح تنفصل تاع تحت وحدتان تاع الريبوزوم، بالتالي كي تنفصل اللي تحت وحدتان تاع الريبوزوم يولي الريبوزوم غير وظيفي. وينفصل الار ان ام، ينفصل ها الار ان ام منا يعاود ينفصل من تحت وحدة الصغرى للريبوزوم. ولما ينفصل الار ان ام بتحت وحده الصغرى للريبوزوم يجي انزيم اسمه اريناز يفكك لي الار ان ام الى مجموعه من النيكليوتيدات، تعاود تروح وين؟ للنواه استعداد لعمليه ترجمه جديده، وهكا تتم عمليه الترجمه باذن الله. ها هي رسومات ايضا توضح مراحل ارتباط متعدد الريبوزوم. هنا نقولوا البوليزوم، نقولوا متعدد الريبوزوم ولا البوليزوم، وعليها ما نقولوش الليزوزوم. ما تخلطش ما تخلطش ما تخلطش. الليزوزوم خويا انزيمات تاع هضم، قريناها في المناعة. واش دخلها هنا؟ يعني نفهم انا واش دخلها هنا. الريبوزوم بزاف من الريبوزومات اسمهم متعدد الريبوزوم ولا اسمهم بوليزوم. الحمد لله اللي خلصنا. وين رايحين؟ نمذجة مراحل الترجمة. نمذجة مراحل الترجمة قال لي يجري هذا النشاط في مخبر باستعمال وسائل ومواد بسيطة ورقة. ايه راح تلعب، راح اخطينا. فك رموز الشفرة الوراثية تتمثل كذا، هادو كامل تاع مضيعش فيهم الوقت تاعنا، حوايج كيما هادو انا ما نضيعش فيهم وقتي. مصير البروتين بعد تركيبه، مصير البروتين بعد تركيبه. شوفوا خاوتي بلا ما نضيع الوقت، ما والو، هذه خليه نواة. وش فيه؟ فيه اديان. الاديان وش راح؟ راح تستنسخ احدى سلسلته، احدى سلسلته اللي هي السلسله المستنسخه راح تستنسخ، راح ينتج لي ار ان ام. الار ان ام راح ينضج، ينتج لي ار ان ام ناضج، راح يخرج الار ان ام الناضج هذاك وين يقصد؟ يقصد ريبوزومات الشبكه الهيليه الفعاله، ولا نقول الشبكه الهيليه المحببه هكا. المحببه كي يقصد ريبوزومات الشبكه الهيليه فعاله راح يديروا الريبوزومات واش عمليه ترجمه. ورا ما يديروا الريبوزومات عمليه ترجمه يخرج، يخرج لي البروتين ولا المتعدد بيبتيد هذاك اللي راح ينفصل منه الحمض الاميني الاول اللي هو الميثيونين. طبعا البروتين هذاك راح يخرج غير وظيفي، على ديك يظهر الاشعاع في الريبوزومات. ها باسكو علاه؟ وين تركب البروتين؟ في الريبوزومات. ورا ما يخرج الاشعاع هذا في الريبوزومات راح ينتقل البروتين هذاك الغير وظيفي. شوفوا هنا، شوفوا وركزوا، هيا هيا هاي. شوفوا هاي خلية، هاي مثلا الريبوزومات، هاي عملية ترجمة، هاو خرج لي البروتين، هذا هو البروتين شفتوها، هاو خرج لي، هاو البروتين انفصل خلاص ما بقاوش كاينين الريبوزومات، هاو البروتين دركا قاعد يروح زعما هاو في الخلية. وش راح تديه؟ راح تديه حويصلات، حويصلات يعيطوا لها حويصلات انتقاليه. راح تديه وين؟ تديه، تديه الواحد قاعد كيما هكا اسمه جهاز جولجي، تديه الحويصلات الانتقاليه
ورا ما يخرج من الريبوزومات تديه الحويصلات الانتقاليه لجهاز جولجي، ورا ما تديه جهاز جولجي تجي حويصلات خلاف تديه كفاء سمحه تديه بنيه خلافه ويكون تبدلت له البنيه تاعو، الا بعض البروتينات فئه قليله جدا اللي تكتفي بالبنيه الاوليه تتبدل له. شوف شوف نعاودوها بالبساطه، شوف هام ريبوزومات، ها مثلا البروتين هذا، هاو جهاز جولجي، وهاي حويصلات خلاف. بعد دوك نشوفو، وهاي حويصلات الاولى. شوف هاو البروتين خارج من الريبوزوم، زعما خلاص تم تركيبه، هاو البروتين خارج من الريبوزوم، وقلنا على الريبوزوم بعد يتفكك، مش يتفكك يعني تتفكك تحت وحده تاعو يولي غير وظيفي. هاو البروتين، هاو ولا درك البروتين في الهيولة، طبعا البروتين غير ناضجة، راح تجي حويصلات قاعدة كيما هذه يعيطوا لها اللي قبل جهاز جولجي، هاو جهاز جولجي اللي قبلها يعيطوا لها حويصلات انتقالية. واش رايحة دير؟ رايحة تهز لي البروتين هذا ووب تنقلو وين؟ تنقلو لجهاز جولجي، ورا جهاز جولجي تهزو حويصلات هاو يخرج البروتين كيما هك، مثلا بنية خلاف يخرج كيما هك، تهزو الحويصلات خلاف، اسمع الحويصلات الافرازيه وين تديه؟ تديها الغشاء الخليه هذه. واش راح دير؟ رايحه تدمج الحويصلات الافرازيه هذه نسميهم حويصلات انتقاليه، اللي قبل جهاز جولجي حويصلات انتقاليه، بعد جهاز جولجي حويصلات افرازيه، تديها الحويصلات الافرازيه اللي بعد جهاز جولجي بحيث تندمج الحويصلات الافرازيه هذه مع غشاء الخليه. واش مع غشاء الخليه؟ بعد ما تندمج بدائره الاطراح الخلوي تطرحه خارج الخليه باش يروح يقوم بالعمل تاعو على هذيك. شوف ظهر الاشعاع الاول في شبكه الهوليه المحببه، ومن بعد راح الاشعاع لجهاز جولجي، طبعا راح في الحويصلات هذه ما مش موضحينه برك، هذه هي الحويصلات الافرازيه، بعد راح لجهاز جولجي، بعد شوف ورا جهاز جولجي داتو الحويصلات هذه اللي هي الافرازيه. ها شوف جهاز جولجي بعد حويصلات الافرازيه كما راك تشوف، ها الاشعاع الاصفر، بعد الحويصلات الافرازيه اندمجت مع غشاء الخليه بظاهره الاطراح الخلوي طرحته باش يروح يؤدي وظيفته. قال لي شوف ها المنحنى البياني هذا لعدد نقاط الإشعاع، المنحنى الأخضر تاع الشبكة الهيلية المحببة، والمنحنى الأحمر تاع الحويصلات الإفرازية، والمنحنى الأزرق خاص بجهاز جولجي. قد ينعت لك إشعاع تعمل الإشعاع هذا الدال على وجود البروتين، قد ينعت لك باللي وجود البروتين وين بدأ؟ وين بدأ؟ بدأ في الإشعاع الأخضر. شكون هو الإشعاع الأخضر هذا؟ ياه بدأ في المنحنى الأخضر. من هو المنحنى الأخضر؟ ها هي الشبكة الهيلية المحببة. ها سما يبدأ الإشعاع في الشبكة الهيلية المحببة، نعم، أو باش يعطيك المسار تاع الترتيب تاعو. ومن بعد وين يروح؟ يروح لجهاز جولجي. شكون هو جهاز جولجي؟ ها ها جهاز جولجي. ها ثم ثانيا يذهب لجهاز جولجي، نعم هي في الحقيقة ثانيا يذهب للحويصلات الانتقالية اللي رايحة تديه لجهاز جولجي، هو ذلك جهاز جولجي، إذا ثانيا يذهب لجهاز جولجي، ومن بعد وراه ما يبدا يتناقص الإشعاع في جهاز جولجي، يبدا يطلع الإشعاع في حاجة خلاف، وين الحمراء هذه؟ شكون هي الحمراء؟ ها هي حويصلات الإفرازية. ثم من بعد مع الأخر خلاص تديه الحويصلات الإفرازية. أوه خلصنا. إذا من خلال تحليل صورة الوثيقة، الحمد لله يا ربي، حمد ربي خوتي وصلي على النبي، خلينا نكملوا. من خلال تحليل الوثيقة 10 والرسم البياني للوثيقة 11، حدد ترتيب العضيات الخلوية التي يتواجد فيها البروتين، ما هو الغرض من تواجد البروتين في كل عضية؟ أنا راح نقرأ لكم واحد الملخص، أستاذ اسمه الأستاذ مازوني اسكندر، طبعا قريت الملخص الثاني في تركيب البروتين ولقيته مليح، راح نعطيكم فيه مراحل الترجمة نقراها لكم وشروط الترجمة، وأيضا واش المسار البروتين بعد تركيبه نجيبه برك ونجيب. خاوتي ما لقيتوش، أبصر وين راح، سبحان الله أبصر وين راح لي. خلي برك خلي برك خلي دوك نشوف لان نلقى اللي احنا في الورق هادو اللي ما في المد بينهم، شوف لان نلقى اللي احنا برك ونعطيكم باش تجي الهضره علميه وتحفظوها على هذه ولا ها خلي نديرو هذه، يعني هيا نديرو هذه برك هاي، صبر نهز مال الكام. طبعا الملخص ان شاء الله لما نلقاه راح نصوره ونحطوها. وش هي؟ هاي نبدا مراحل حدوث الترجمة، قلناها الظواهر التي تحدث فيها الترجمة، التي تحدث في نهاية الترجمة، هذه الهضرة هضرناها. يهمنا درك مراحل الترجمة، عندي مرحلة البداية ولا الانطلاق، يثبت الار ان ام على تحت وحدة صغرى للريبوزوم، تثبت الرامزة الأولى للار ان ام لأيغ أو جي، وتدعى رامزة البداية للتركيب على مضاد الرامزة الموجودة في الار ان تي الأول. هنا التعبير نيفو عالي شوي،
نيفو عالي على هذيك. حبيت لكم تاع الاستاذ مازوني باسكو حاط نيفو للتلاميذ يقدروا يفهموه، مام التلاميذ اللي ما تفهمش خلاص سيونس بربي ان شاء الله تفهموا. هنا النيفو عالي شوف، وتدعى رامزة البادئة، وتدعى رامزة البادئة للتركيب على مضاد الرامزة الموجودة على الارنتي الاول. يعني باش يقول لك بلي الارنتي واحد حامل لا رامزة مضادة عكس الرامزة الموجودة في الارن امن المشفرة على الحمض الامين الميثيونيل. يتم تعرف، خليني من بعد نحطها لكم ورا ما نخلصوا المحور هذا. يتم تعرف الان انت على الرامزه الثلاثيه الموجوده على الار ان ام عن طريق الرامزه المضاده، يتم ارتباط تحت وحده صغرى للريبوزوم وبذلك يتشكل وبذلك يتشكل مرحله الاستطاله. نو ما عجبنيش هذا، ما عجبنيش ما عجبنيش ما عجبنيش. خلينا نقراو تاع الاستاذ هذا، هذا الاستاذ ثاني مليح، حاط ملخص العلوم كامل تقدروا تحملوه، اسمه أستاذ بن خريف مصطفى ثانوية الرائد بن عبد العزيز. المهم ثانوية الرائد بعرير، مش بعرير، بعرير. هذه مراحل الاستنساخ. وين راحت هي مراحل الترجمة؟ وين راحت مراحل الترجمة؟ مراحل الترجمة هي خاوتي مراحل الترجمة. عندي مرحلة الانطلاق يتم فيها تشكل معقد الانطلاق، تتوضع تحت الوحدة الصغرى على خيط الار ان ام، تتوضع تحت الوحدة الصغرى على خيط الار ان ام، ثم يرتبط الار ان تي الاول حاملا للحمض الاميني واحد. نهبط لكم شوية باش تقدروا تقراوا انتم ثاني معايا. حاملا للحمض الاميني واحد رامزة الانطلاق اللي هي الا يو جي، حيث يعرفه الرامزة، حيث يعرفه بالرامزة المضادة، ثم ترتبط تحت الوحدة الكبرى بتحت الوحدة الصغرى، حيث يكون الار ان تي الاول في الموقع بي والار ان تي الثاني في الموقع ثم تتشكل رابطة بيبتيدية بين الحمضين الامينيين بتدخل انزيمات متخصصة والطاقة على شكل اي تي بي، ثم ينفصل الحمض الاميني اللي هو الميثيونين. هذه مرحلة الانطلاق. نعم، مرحلة الاستطالة يتم فيها استطالة السلسلة البيبتيدية، يتم فيها استطالة هنا، ثم ينفصل الحمض الاميني الميثيونين، او يقصد الار ان تي ينفصل على الميثيونين. هكا الاستطالة هي يتم فيها استطالة السلسلة البيبتيدية، ينفصل الار ان تي الاول ثم ينتقل الريبوزوم، ثم ينتقل الريبوزوم رامزة واحدة على الار ان ان، فيصبح الار ان تي الثاني من في الموقع بي والموقع فارغا، فيأتي ار ان تي ثالث حامل الحمض الاميني ثالث مرف الموافق لرامزة ثالثة. وبنفس الطريقة تستطيع السلسلة البيبتيدية النهاية انفصال معقد الانطلاق، ويصل فيها الريبوزوم الى احدى رامزات التوقف. شكون هما؟ الاو ا ا الاو ا جي والاو جي، فتحفظوهم رامزة التوقف ورامزة البداية كيف كيف. ها هي رامزة البداية، فتنفصل السلسلة البيبتيدية وينفصل عنها الحمض الأميني اللي هو الميثيونين، وينفصل الار ان ام ويتفكك وتعود مكوناته إلى النواة، وينفصل إيه أنا خالتي دايخ إلا إذا شوفوا خالتي بالك أني خلطتها. أنا كنت سنقرأ لكم في الاستطالة وصلت ديريكت للنهاية، ولا ما فهمتش بالك أني خلطتها. المهم خالتي أنا قاعد نشوف فيها في الفيديو أي مليحة، هاي اصبروا نزيد نقدمها لكم. اقراوها انتوما، اقراوها. وبالنسبة للحفظ راني نشارك معاكم ملخص الأستاذ مازوني أحسن، احفظوه هذاك أداك هو اللي تحفظوه أحسن. ها اقراوها، مش حتى نقرا لكم، هي باينة، ها هي واضحة الكتيبة، اقراو. راني دخت خلاص. ها هي اصبروا اصبروا دوك نصلح لكم. ها هي أوه. هاي شو اصبر. هذه هي، هاي واضحة جدا. ابدأوا من مراحل الترجمة حتى مصير البروتين بعد تركيبه. هذه هي، اقراوها مليح. ها هي نعاود نهزها لكم. طبعا ديروا ستوب، ديروا ستوب للفيديو كي تقراوها وتخلصوا. هاي سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم إني أستودعك ما قرأت وما حفظت وما تعلمت، فأرد عندي حاجتي إليه، إنك على كل شيء قدير، حسبي الله ونعم الوكيل. هاي السلام عليكم ورحمة الله. خالتي بارطاجيو الفيديو، بارطاجيو لي فيديو، صلوا على النبي واذكروا الله وحمد الله، والسلام عليكم ورحمة الله.